ده القص الأول سعره 130 جنيه، واضح كده؟ تمام، بسم الله ما شاء الله. هو تقريبا اشتغل عشة أو اتنين، لسه شباب يعني. ده القص التاني سعره 200 جنيه، زي ما حضرتك شايف كده، بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. في حاجات أقل يعني، لو عايز حاجة بمية جنيه في بمية جنيه، دي حاجة نظيفة يعني. القص التالت ده ب 250 جنيه، واضح كده؟ 250 جنيه. القص الرابع حضرتك تختار، أنا عارف إن عايز ثلاثة، لكن ده الرابع ده 150 جنيه. القص الرابع ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله المستوى. القص ده أبوهم زاجل وأمهم لاحم، شغالين ما شاء الله، اخدين مواصفات اللحم بيشتغلوا، ما انا لسه بس ايه شايلهم من بيضهم علشان احطهم في السلاكه اعرضهم لك يعني. ده هعطيك القص ده الشغال ده ب 120 جنيه بس، مش هنحسبه لا زي اللحم ولا زي الزاجل، ده لو هتربيهم تاكل من ولادهم او حاجه يعني. ما شاء الله يعني ايه، على وشك انهم يبيضوا.